ما هو العلاج الجيني؟ لنبدأ بالخلايا. تتكون أجسامنا من تريليونات من الخلايا. تحتوي معظم الخلايا على جينات، وتتكون الجينات من الحمض النووي. الجينات هي بمثابة تعليمات لكل شيء في أجسامنا، فهي تحتوي على التعليمات المشفرة لبروتينات محددة. يمكن أن تؤدي الاختلافات في شفرة الحمض النووي إلى تغيرات بروتينية، مما يجعل كل شخص على ما هو عليه، وهذا يشمل تغيير نوع الشعر ولون العينين. في بعض الأحيان يحدث تغيير في التعليمات الجينية، وقد يكون هذا التغيير عبارة عن خطأ إملائي أو أجزاء مفقودة. يمكن أن يتسبب ذلك في إنتاج بروتين بشكل غير صحيح، أو عدم إنتاجه على الإطلاق، مما قد يؤدي إلى حالة وراثية. وهنا يأتي دور العلاج الجيني. يستهدف العلاج الجيني الجينات المسؤولة عن هذه الحالات، وقد يمنع أو يحسن أو يبطئ من تطور الحالة، أو حتى قد يعالجها، وذلك حسب الحالة المرضية. ينقسم العلاج الجيني بشكل عام إلى ثلاث فئات: إدخال جين علاجي، أو تغيير طريقة معالجة الجين، أو تعديل الجين مباشرة. يؤدي إدخال نسخة تعمل بشكل فعال من الجين إلى إنتاج البروتين اللازم، أما تغيير الطريقة التي تتم بها معالجة الجين فهي تعني على سبيل المثال تخطي خطأ ما. أما التعديل فهو يعني توصيل أداة تعديل إلى الخلايا المستهدفة، وتصحيح التعليمات الجينية لاستعادة إنتاج البروتين. العلاج الجيني هو شكل سريع التطور ومثير من أشكال العلاج، إلا أنه ليس علاجاً شافياً دائماً. لا تزال النتائج طويلة الأمد لفائدته وسلامته قيد الدراسة والفهم. نشجعك على طرح الأسئلة ومناقشة أي مخاوف مع الطبيب المشرف على علاج طفلك.